بسم الله. المعروف ان الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير. ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فانت تركب الباص او تركب القطار وانت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لا تبتدى بشخص تشرب الدخان، فبيملي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقليل ما هو. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يزع وراءه ولا فلش، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبروك، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستظلمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويهملون ما من أجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فلذلك الكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار.
جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدر، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك بجهلهم، لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبق الحديث. نعم، بيطبق الوقت، بتطبق تطبق وخلاص، تطبق وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. هاي اليهود احتلوا بلادنا، شو بدهم المسلمين غير اكثر من ان يستذلوا من اذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباغوا بغضب من الله، واذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من اذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكننا ذو المؤمنين إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليل النهار. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف
والذي تزين به الجدر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر سيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديثة اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل
نحط امام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي انزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله، لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم، وجئت بالخلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غرامات وله أبوين وله زوجة وأولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيصبح بيتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه ياخذ هالوعاء اللي بحلف في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية ثمرية مساء، وراح دخل عليه وقال: حيني شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته ولا قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجا لعنده. قال: أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمين، يعني يصيحوا هيا صغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. حيران بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون الفجار والفساق مع الصالحين دائما
بيضعه في طريقه من عثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة فجاء معها رجل اتفق معها على ان تتهم جويج الراهب وراحت ايام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش ديوانية او ساحة او كلمة يشبه قالوا شوفوا هذا بيتو بتقول عنه رجل صالح هذا ابنه يعني بالحلال فهجموا جميعا على الصومعة فبعوا وهدموها الغرفة اللي كانت عبد الله فيها قالوا له أنت يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق هاي أنت فعل فيها فإجى رجل وقال يا غلام من أبوك قال أبي الراعي فلان شو عمره فلان هذا قطعتهم لأنه مو قديم بوسع وستيرنا للجميع إيه هم بوسع وده كان قطعتهم جزاك الله خلي خلي عنك لما شافوا المعجي عرف من كان سريرته صافي في ناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما تربيوا بيدهم يبضع هذا الرجل الصالح فلما الآخرون هم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبلولوا القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفار لخطاهم هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهمي هذا ولو انه برا كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي اجت امه بتدق الباب وعم يصلي بتدق الباب ما بيقدر يرد عليها شو بيقول بيقول في قلبه يا ربي صلاتي امي صلاتي أمي ما يعني غلب على خاطره أنه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل دعت عليه قالت يا جريج قال لا يميتك حتى يريك وجوه المميسات الله جاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي وذاك الرجل ابي وامي أولادي أبي أمي أولادي من المساء حتى الصباح يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء أنجاح في الصحراء قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة قام الرجل الثاني وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت
لا هذا الثاني. الثاني يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، ببعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى، يبدو أنها حرة، حتى أصابتهم سنة جذب وقعر، اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار، قال: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. تفضل. سلمت حالها. قال: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتع الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها. شوفوا بقى الجهاد هذا. وانا اولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له الا بعد ان قدم لها بجهد وتعب في دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال: قلت عنها وتركت لها مئة دينار وما اعطيتها من ذهب. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاك ففرج عنا حجة. حتى قام رجل ثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فرق يعني خير، خير ترج، استأجرت أجيرا على فرق من أرز، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر، فلذلك تركه الأجر هو. قال صاحب الأرض صاحب العمل: فلم أزل أزرعه، الرز هذا القديم، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. أول 50 أو 60 أو 30 سنة جمع من هذه القصة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعن الرجال. ثم جاءني فقال لي: يا فلان أعطني حقي. قال: انظر الغنم والبقر اذهب وخذها. قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، انما لي عندك فرق من ارز. قال: اذهب وخذها، فانما تلك البقر من ذات الفرق. قال: فذهب واستعفها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما أنزل الله بها من كتبات ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط. كنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلها أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان أحمد بن عبد الله مثلا. صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى